يا اهلا وسهلا كما انه للشركات والمؤسسات فلسفات تحكمها ورئيس ومجلس اداره يديرونها وفرق عمل تدف عجله التنميه فيها فكذلك الانديه الطلابيه هي نموذج مصغر من تلك الكيانات تحتاج كلها اداره فاعله اهداف واضحه وفريق عمل مكاينهم المانيه وبدون ادنى شك انه قائد الكيان هو ربان السفينة ورافع راية التحدي والشخص القادر على تغيير المعطيات من ألف إلى الياء وتحقيق النتائج برفقة الفريق اللي معه وعشان الحديث حول هذا الموضوع جدا مهم أفردنا له حلقة خاصة ندردش فيها عن أهم الأمور اللي راح تساعد أي ريس أو مشرف بحيث أنه يضع له خريطة للنجاح للوصول للأهداف الموضوعة في إدارة النادي الطلابي فبسم الله أسلوب قيادة الأندية الطلابية قد يختلف نوعا ما بطبيعة النادي إلا أن هناك أسس وبنى تحتية يشترك فيها جميع رؤساء الأندية وراح نسعى بإذن الله لتلخيصها بشكل مبسط في أربع جزئيات وأربع مراحل الأربع المراحل كالتالي مرحلة إعدادية مرحلة انطلاق العمل مرحلة المتابعة والتحكم ومرحلة مسك الختام المرحلة الإعدادية وهي مرحلة ما قبل البداية وتعتبر أهم مرحلة للرئيس لأنه يرتب فيها ملفات من الألف إلى الياء وهي اللي تربط لك العمل السابق للرئيس السابق مع الخطط والمستهدفات القادمة يفضل بدء الإعداد لرئاسة النادي قبل بداية الترم الدراسي بشهر على الأقل بحيث أنك ما يبدأ الترم إلا وأنت على هبة الاستعداد للتحليق بعيدا السؤال إيش أهم المهام اللي راح تتخلل هذه الفترة؟ أولا الجلوس مع الرئيس السابق بحيث أنه نقدر نحيط بوضع النادي ونراجع ملفاته ونعرف احتياجاته مكامل القوة والضعف مستواه بين النوادي، ايش دوره؟ ايش اهم المستهدفات؟ بالمختصر تدرك وضع النادي. اثنين، الاجتماع مع ثلاثه الى اثنين من رؤساء الانديه السابقين الناجحين المبدعين. هذه الخطوه راح تختصر عليك كثير من الجهد والوقت وتجنبك الاخطاء المحتمله اللي ممكن تمر فيها في الرحله. ثالثا، اختيار السند، وهو اهم شخص في مسيرتك، وراح يكون ذراعك اليمين ونائبك في حال غيابك. ويفضل ان تكون بينكم معرفه سابقه بحيث يكون عندك حد ادنى من معرفه جديته، حماسه واخلاصه في العمل. رابعا استقطاب المواهب حتى للنوادي ترى في ميريكاتو صيفي وتالنت اكوزيشن فتبحث عن الطلاب المميزين في الجامعه وتسعى انهم يكونون معاك خلال الرحله. خامسا تكوين مجلس النادي وهم قاده اللجان والمحركات الالمانيه اللي راح يحفزون ويديرون اقسام النادي. فبينهم تتوزع المهام حسب معطيات النادي اللي تحطوها فمثلا شخص راح يكون مثلا مشرف لجنه البرامج واخر لعمليات التسويق ثالث الماليه ورابع الجوده وانت ماشي سادسا فهم وتحليل وضع النادي داخليا وخارجيا والفكره الاساسيه انها تعرفنا على الفرص والتحديات فمثلا التحليل الداخلي كانك تسوي عمليه قلب مفتوح للنادي وتشوف كيف الوضع من الداخل فتحلل نوعيه النادي هل هو مهاري او اجتماعي؟ نوعيه الطلاب اللي نحتاجهم، متى عاده ينشطون او ينشغلون؟ وضعهم مع متطلبات الجامعه بشكل عام، اما التحليل الخارجي هو انك تعاين دور النادي واتصاله بالاطراف الخارجيه، فمثلا علاقه النادي مع شؤون الطلاب، علاقه النادي مع الانديه المحيطه في الجامعه، الرعاه المحتملين للبرامج، او حتى عمل النوادي اللي تمثل نفس النشاط ولكن في جامعات ثانيه، ممكن تشوف افضل الممارسات اللي عندهم، افضل الانشطه، يعني تاخذ بعض الافكار على الخفيف. سابعا مقابلة النخبة وهم الاعضاء اللي راح يكونون بمثابة احجار اساسية لبرامج النادي كمقدم بودكاست، محرر صحيفة، مسؤول تغطيات والى اخره. تقدر تاخذ معاهم مقابلات ربع ساعة وهيك يعني بحيث انك يعني تشاركهم مستهدفاتك اهدافك خططك اللي بتكون في الرحلة ان شاء الله. اخيرا وضع رزنامة وجدول زمني وتحديدا للترم الاول بحيث انك تكون على الاقل عارف ايش اهم الاحداث والفعاليات والتحديات اللي بتكون عندكم في خلال الترم الاول فمثلا اعلان تسجيل النادي اللقاء الافتتاحي ابرز الفقرات اللي بتكون في النادي او فعاليات ممكن ينشط فيها النادي زي اليوم الوطني يوم التاسيس اليوم التطوعي حفله التخرج الجامعه والى اخره المرحله الثانيه وهي مرحله انطلاق العمل حينها تنطلق صافرة الملحمة الكروية ويستنفر الجيش وتهب فيه الرياح العاصفة مرحلة مزدحمة بالمشاعر يكون فيها حماس دهشة قلق ترقب شجاعة لأجل ذلك مهم جدا تكون البداية قوية لك ولمن حولك، بحيث تعطيك دفعة معنوية ومع التخطيط الجيد بإذن الله وروح الاتحاد امورك بتكون تمام. أيضا اسعى يكون عندكم عمل يشعل فتيل النار لبرامج النادي ويلفت لكم الأنظار. أو oh فيديو دعاية رهيب، حملة خطيرة في أرض الجامعة أو حدث يخبر الآخرين أنه الوحش استيقظ وصندوق قادم. يوجد عندنا بعض الخطوات العمليه اللي تخص المرحله الثانيه، كإنهاء المستلزمات الفتره الإعداديه لأنها حجر أساس ومهمه جدًا نبني عليها لقدام، اجتماع مجلس النادي من خلاله راح نستطيع نضع النقاط على الحروف، إعلان رهيب للنادي بحيث يعطي انطباع أولي مثل ما ذكرنا سابقًا، اللقاء التعريفي اللي راح نعرف فيه برامج النادي أعضاؤه مستهدفاته فلسفاته، توزيع مهام الأعضاء الجدد بحيث أن الكل يكون له دوره الفعال والأساسي في النادي. ويكون النادي زي خلية النحل خلق الروح الحيوية والطاقة الإيجابية بين أعضاء الفريق مثلا طلب اقتراحات وأراءهم في كل خطوة طلعات الوناسة والحبشتكات وسعة الصدر هدية نجم الشهر مثلا السؤال المستمر عن حوائجهم ودعمهم باستمرار ناهيك أن وجود التفاني والإخلاص في عملك راح يقودهم لا شعوريا أنهم يبذلون ويعطون معاك خلال الرحلة بعد أن هدأت العاصفة واستقرت الأمواج العاتية وأخذت الأمور مجراها تدخل علينا مرحلة المتابعة والتحكم ولو تكلمنا من نظرة إدارة مشاريع، فأطول فترة يعاصرها مدير المشروع هي المتابعة والسيطرة لمجريات العمل، بحيث يتأكد أنه المهام تسير وفق الخطط والجدول الزمني المحدد بشكل ممتاز، يتم فيها مراعاة التحديات وأي مستجدات ممكن تطرع على الرحلة، فكذلك قائد النادي ومجلسه وأعضائه، صحيح راح يمرون بتجارب مختلفة، ولكن في هذه الفترة راح يطغى عليها الجو التشغيلي الروتيني المتكرر وراح يستمر تقريبا الى نهايه الرحله، ويتطلب متابعه وعمل جماعي وتركيز. وايضا من المهام اللي تكون خلال هذه الفتره التاكد من تلبيه احتياجات الفروق، عقد اجتماعات شهريه لمراجعه سير الاعمال، العمل على حل المشاكل التي قد تنشا مع الوقت كخروج احد الشباب او مشكله ماليه او اي شيء ممكن يطرا في رحله النادي. المرحله الرابعه الا وهي مرحله الختام. ومن ادب الرحله ان نحسن ختامها. وكما حرصنا ان تكون البدايات ممتازه ورائعه فالنهايات كذلك لابد ان لا تقل عنها منزله ومن اهم المهمات في هذه المرحله ان يتم شكر جميع الاعضاء اما فردا فردا او في لقاء ختامي وفي اسوا الاحوال رساله تعبر فيها صادقا عن امتنانك وشكرك لاعضاء الفريق وعلى دعمهم على وجودهم خلال الرحله ومن المهام ايضا يكون عندنا تقرير شامل يلملم ابرز المنجزات اللي مرت خلال المرحله ويعرف بالجنود المجهولين، وكل من ساهم في نجاح هذا النادي، ومهم جدا يكون عندنا تلخيص لوضع النادي، بحيث نضمن استدامته للسنوات القادمه، بحيث يكون عندنا ملف يقيم تفاعل اعضاء النادي، ويعني يعطيهم ريتنج بسيط من اي بي سي لمستوى نشاطهم، يكون عندنا تقييم لاداء البرامج، يكون عندنا معرفه بالشواغر والجوانب للمرحله اللي تنقص النادي، وعشان المرحله القادمه كذلك، عمل ترشيحات للرئيس الجديد، بيان بعلاقات النادي الخارجية، ايش وضعها؟ مين هم الرعاة الموجودين حاليا؟ والى اخره. تدوين حال المشاريع والبرامج المفتوحة اللي ما انتهت بنهاية فترة الرئيس. واخر نقطة الا وهي كتابة الدروس المستفادة والتحديات اللي مر فيها الرئيس بحيث ينور فيها الاشخاص اللطيفين اللي راح يجون بعده ان شاء الله باذن الله. وبعد ما ذكرنا الاربع مراحل ممكن نطري بعض التساؤلات المتعلقة بقيادة النادي ونحاول نجاوب عليها. فمثلا، متى افكر اكون رئيس نادي؟ والجواب بكل بساطة هو عندما تمتلئ جعبتك بالخبرات في عدة أنشطة وتكون سبق توليت مناصب ذات مسؤولية أفضل تجربة لأن تكون قائدا فذا وتستمتع وتكون متمكنا وقادر على إحداث تغيير خلال فترتك هي أن تتدرج فلا تصبح رئيس نادي مباشرة مثلا من, من السنة الثانية ولكن اعمل تحت لجان وإدارات متنوعة بحيث أنك تحظى بالخبرة وتعينك لتولي المهمة مستقبلا ان شاء الله. سؤال اخر، ما هي اهم مهارات رئيس النادي؟ بشكل مره مختصر يكون عنده مهارة التخطيط، يعرف يفاوض، عنده مهارة التحدث، التواصل، يكون عنده ذكاء عاطفي في التواصل مع الناس، الجدية، الاستماع، واخيرا حس القيادة. اخيرا نصائح عامة لرئيس النادي. اولا التركيز بحيث انك تاخذ الاعمال هذه على محمل الجد. ثانيا استحضار النية بحيث أن الأعمال هذه تنوي فيها الخير والمنفعة لمحيط الجامعة والناس اللي ممكن يستفيدون منها ثالثا عدم استصغار النفع والفائدة وإن كانت بسيطة فغيرك تعني لها الكثير جدا رابعا تقبل الأراء بمختلفها خامسا بذل الجهد ثم الجهد ثم الجهد سادسا وضع الخطط الاحتياطية للنادي سابعا توفر الملاءة المالية بحيث نوعا ما تقدر تمشي أمور النادي بالذات في البدايات ثامنا عدم التسويف تاسعا تناول فعاليات واجندة النادي كل شهر على حده عاشرا الفشل والاخفاقات هي جزء من العمل وليس نهايه المشوار فاستمر وواصل وكيب جوينج وفي الختام عزيزي القائد لابد نتذكر ان الانديه الطلابيه هي محظاً رهيب جدا لتجارب وساحه للتعلم التطبيقي وليس النظري الخطا فيها ببلاش وغير مكلف وصدقني بدخولك فيها كانك يعني رحت دفعت مبلغ لدوره في الاداره او التحدث امام الملا او المفاوضات فن التواصل وغيرها ناهيك انك راح تحظى بكم رائع جدا من العلاقات في خلال الرحله الجامعيه وبكذا يا جماعه اكون شاركت معاكم خلاصه تجربتي لرئاسه النادي الاعلامي في عام 2021 وان شاء الله يكون فيما ذكر النفع والفائده ممكن تشاركوا الحلقه هذه مع قاده الانديه اللي تعرفوهم وإذا كنت انت حاليا قائد نادي فرحله موفقه يا جميل اي سؤال أي استفسار حاضرين على الدوام وشكرا جزيلا كثيرا كثيرا